بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأخ الأمين العام، الإخوة والأخوات مؤتمري ومؤتمرات المؤتمر الجهوي لجهة سوس ماسة، مرحبا بكم جميعا. تشرفوا برئاسة هذا المؤتمر نيابة عن الأخ جامع المعتصم الذي وقع له ظرف طارئ مرتبط بالوضعية الصحية لوالده، نسأل الله عز وجل أن يعجل له بالشفاء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، معشر الإخوة والأخوات، لقد انطلق بحول الله وحسن توفيقه منذ شهر مارس الماضي أشغال المؤتمرات الجهوية لحزب العدالة والتنمية في إطار تنزيل برنامج الحزب كما اقترحته الأمانة العامة واعتمده المجلس الوطني الأخير. وكما لا يخفى عليكم، تتجاوز هذه المؤتمرات كونها مجرد استحقاق تنظيمي عادي للحزب، بل هي جزء من مجهود جماعي واستثنائي ومحطة مهمة في تعبئة وطنية لإنجاح الانطلاقة الجديدة والمتجددة للحزب بإذن الله تعالى وتوفيقه، وذلك بعد شهور من الاشتغال منذ الانعقاد الأخير للمؤتمر الاستثنائي للحزب نهاية أكتوبر الماضي. بكل تأكيد لم يكن من السهل تجاوز تداعيات النتائج المعلن عنها برسم الانتخابات الثامن شتنبر الماضي، والتقدم نحو المستقبل وإعادة الانطلاقة لقيام الحزب بأدواره، لكن الحزب استطاع بفضل الله أولا ثم بفضل تجربته وكسبه في التحدي والصمود في مواجهة مختلف أنواع الاستهداف منذ بداياته الأولى، ثم بفضل مرجعيته وبفضل مناضليه ومؤسساته أن يتجاوز الضربة الكبيرة التي تلقاها خلال هذه الاستحقاقات. لقد تطور موقع الحزب في الحياة السياسية في توازن مع مواجهة هذا الاستهداف، واكتسب مكانته من خلال تحمله المسؤولية في التصدي لما يواجه بلادنا من تحديات، وخاصة في قضايا أساسية من قبيل المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والاستقرار والأمن. وطرح طيلة ربع قرن من عمله السياسي العديد من المبادرات والمواقف، جعلت من حزبنا ولله الحمد حزباً رئيسياً استطاع وباقتدار أن يساهم في دعم الاستقرار وفي تحقيق إنجازات تنموية واجتماعية واقتصادية كبرى ومهمة خلال قيادته للعمل الحكومي لولايتين متتاليتين طيلة العشر سنوات الأخيرة، وقيادته لجهتين ولغالبية معظم المدن الكبرى والمتوسطة وغيرها من الجماعات الترابية. استطاع خلالها أن يقدم حزبنا نموذجاً جديداً وراقياً في تدبير الشأن العام الوطني والترابي، قوامه المسؤولية والجدية والنزاهة والشفافية، إضافة إلى القرب والاجتهاد في خدمة الناس والوفاء بالعهود وصيانة حرمة المال العام. وهي حالة استثنائية في التاريخ السياسي لبلادنا، وهي حصيلة مشرفة نحن مدعوون للتعريف بها وبالمنهجية التي أنتجتها، كما أننا مدعوون لمواصلة هذا الخير وهذا الجهد بما ينفع البلاد والعباد وبما يخدم قضايا الإصلاح. صحيح أن نتائج انتخابات 8 شتنبر كانت قاسية بكل المقاييس، وهذا لا يعني ولا يمكن أن يعني نهاية الحزب وتوقفه عن الاستغلال والاستمرار ونهاية مكانته ودوره التاريخي في الحقل السياسي والوطني بما يمثله من نموذج متفرد ساهم بوطنية وإخلاص في استقرار وتنمية البلد. وبما أنه حزب لم تصنع مكانته المواقع والمناصب ولا المكاسب، ولكنه حزب صنع مكانته في الأصل برجال ونساء صدقوا الله ما عاهدوه عليه
وأخلصوا عملهم وجهدهم لله ولوطنهم ولملكهم، وينبغي أن يستمر هذا الحزب على هذا الطريق وأن نعض عليه بالنواجذ، فهو حزب ولد من رحب الشعب، حزب متشبث بالمرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، حزب مخلص لقضايا الوطن، مخلص لقضايا الأمة، وفي للملكية باعتبار الملك بعد الله تعالى صمام أمان ورمز وحدة الأمة وضامن استقرارها. هو حزب متشبث بالاختيار والنضال الديمقراطي بدولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات. هو حزب مصمم على محاربة الفساد والريع. حزب مدافع عن العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى الفئات الهشة التي لم يكن ينتبه لها العديد من الناس. بكل تأكيد ونحن نعقد هذا المؤتمر والمؤتمرات الجهوية الأخرى نستحضر السياق السياسي التي تشتغل فيه هذه الحكومة وهذه الأغلبيات التي تشكلت نتيجة الانتخابات النتائج التي أعلن عنها في 8 شتنبر الأخير. وبكل تأكيد لا بد من أن نقف على أولى إرهاصات العمل الحكومي والتراب على إثر ما أفرزته هذه النتائج، ولا سيما والمواطن يذكر ويتذكر حجم الوعود الانتخابية والأرقام الكبيرة التي تم الترويج لها من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، خاصة التجمع الوطني للأحرار، ولعل مدينة أكادير كانت شاهدة على حجم هذه الوعود وتبشيرها بعصر الكفاءات التدبيرية وإعادة الهيبة لرئاسة الحكومة وغيرها من الوعود السخية التي أطلقت عشية الانتخابات وقبلها ما تم الترويج له وتقديمه من وعود. ويمكن إجمال هذه البدايات المخيبة للآمال في بعض النقاط ولعل أبرزها استمرار واستفحال موجة الغلاء في العديد من المواد ولا سيما المحروقات، والتي تسجل مستويات قياسية وغير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية في ظل صمت وانسحاب كلي للحكومة وعجزها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وتراخيها في المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين وعدم استثمار الآليات القانونية والمالية المتاحة لها للتخفيف عن المواطنين، بل وتتويج كل ذلك بتصريح رئيسها بأن الحكومة لا تملك العصا السحرية. لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، وهو ما يطرح السؤال حول جدوى وجود هذه الحكومة أصلاً، وما هو الداعي وادعائها توفرها على عدد من الكفاءات التدبيرية إن كانت غير قادرة على أن تجيب على إشكالات وأسئلة المواطنين. وهنا فليسمحوا لنا بأن نذكرهم أن الوضعية التي جاء يعني ووجدها الأستاذ عبد الإله بن كيران، الوضعية المالية بعد تحمله المسؤولية سنة 2012 هي وضعية مالية صعبة، ولكنه لم يجلس بمعية الحكومة التي كان يقودها ليبكي على الأطلال ويقول أن الحكومات السابقة هي التي خلفت هذه النتائج، بل تحمل الحزب المسؤولية واتخذ القرارات الشجاعة والمتطلبة حينها من أجل إنقاذ المالية العمومية وإصلاحها والقيام بما يلزم من أجل أن تستمر الدولة وأن تكون لها القدرة على أداء وظائفها الأساسية. ونفس الأمر مع الدكتور سعد الدين العثماني حينما جاءت جائحة كوفيد-19، لما نجلس ونقول أن هذه وضعية استثنائية لم تكن محسوبة ولا يمكن أن نتعاملها، بل اتخذت الحكومة ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتخفيف على المواطنين، ولهذا السبب
وجدت الحكومات، ولهذا السبب يجب أن تقوم بأدوارها في معالجة الإشكالات والقضايا التي تطرح على الناس. فما جدوى وسبب هذه الحكومة إن كانت ستقول لنا بشكل دائم ومستمر أن ليست لها عصا سحرية لتجيب ولتخفف على الناس؟ بالإضافة إلى ذلك، ومع تسجيل عجزها وعدم قدرتها على التواصل، محاولاتها المستمرة في التغول بمعية أغلبيتها البرلمانية وسعيها للتحكم في قرارات وأجهزة البرلمان وتهربها وتهرب رئيسها ورئيس مجلس النواب من المراقبة البرلمانية التي بلغت حد التهرب من المساءلة الشهرية وتوقيف مقتضى دستوري جاء به دستور 2011 باعتباره مكسبا جديد في ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي جعل مؤسسة البرلمان مؤسسة وفضاء يحتضن النقاش العمومي ويتم من خلاله الإجابة على الإشكالات والأسئلة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات. وهذا دليل على أنها حكومة غير قادرة على أن تجيب على الناس وأن تتواصل مع الناس وتفرض السرية حتى على اللجان التي يمكن أن تنقل النقاش العمومي للمواطنين والمواطنات. لجوء الحكومة، وهذا دليل جديد على ضعفها وعدم قدرتها، إلى ما أسمته بالمؤثرين والذين خصصت لهم مبالغ خيالية في ظل هذه الأزمة تصل إلى 2.2 مليار سنتيم من المال العام للتعريف ببرنامج لا يتعدى عدد المستفيدين منه 10,000 شاب، برنامج فرصة، وللتعويض والتغطية عن الضعف التواصل البين والأداء الباهت لوزرائها وعلى ضعف المؤسسة التي أسند إليها تدبير هذا البرنامج. والمعضلة الكبرى اللجوء مرة أخرى إلى مكتب دراسات لإعداد مشروع قانون، بالإضافة إلى إيكال مهمة يعني متابعة برنامج فرصة إلى مؤسسة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها. إضافة إلى ذلك، هزالت مخرجات الحوار الاجتماعي، وإذا ما قارنا هذه المخرجات بالعروض التي قدمت في السابق، حيث قبل ذلك يجب التذكير أنه حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران وفت ما التزمت به الحكومة السابقة والتي بلغت كلفتها 13 مليار فاصلة جوج درهم، وهي كلفة اتفاق 26 أبريل 2021، وعبأت لها الموارد ابتداء من 2012 رغم الظرفية المالية الصعبة التي وجدت عليها الحكومة المالية العمومية آنذاك. أيضا قدمت عرضا جديد سنة 2014، كما أنه في 2016 اقترحت حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران عرضا بلغت كلفته المالية 6 مليار ديال الدرهم دون احتساب المبلغ الذي اقترحته الحكومة آنذاك للزيادة في الأجر تحملا لمساهمات موظفي القطاع العام في الصندوق المغربي للتقاعد. وفي 2019 وقعت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني مع جل النقابات عرضا كلفته تجاوزت 8 مليار ديال الدرهم، فيما وقعت حكومة عزيز أخ النوش مع النقابات التي تعتبرها أكثر تمثيلية اتفاقا لا تتعدى قيمته 3.5 مليار ديال الدرهم. فلكم أن تقارنوا كيف ساهمت الحكومات التي ترأستها العدالة والتنمية خلال هذه المدة بكلفة مالية تقارب 20 مليار ديال الدرهم، ووجهتها للقطاع العام أساساً ولدعم الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة من خلال تحمل الزيادات في الأجور ومن خلال تحمل تبعات التعويضات العائلية وغيرها. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم، ما السر الذي جعل جل النقابات التي رفضت أن تتفاعل سنة 2016 وإحداها التي رفضت أن تتفاعل سنة 2019 أن تأتي مسرعة وتوقع جميعها على اتفاق لا تتجاوز قيمته المالية 3.5 مليار ديال الدرهم؟ تواتر الأخبار وتواليها منذ الأيام الأولى بعد تكوين المجالس الترابية عن حالات تنازع المصالح والتدبير السيء للمال العام وللمرافق العمومية التي تشهدها مجموعة من الجهات والجماعات من خلال عقد اتفاقيات وصفقات بين هذه الجهات والجماعات ومنتخبيها،
أو من خلال تبذير المال العام في صفقات شراء السيارة الفخمة وغيرها. وما مذكرة وزير الداخلية بهذا الشأن المتعلق بمعالجة وضعية تنازع المصالح لدى هذه الفئة الواسعة من المنتخبين دليل كافي وقاطع على هذه الحالات المرتبطة بتنازع المصالح. كما سبق كل ما سبق ما هو في الحقيقة إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة ولبروز هيئات ومجالس بمسار متسارع ومتصاعد عنوانه الاستهتار بالمال العام وبالمصلحة العامة واستغلال النفوذ وتنازع المصالح، ومنتخبون يسابقون الزمن لتحقيق مصالحهم الخاصة ولمراكمة المزيد من الثروات، وآخر همهم هو تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمواطنات. وفي المقابل تبقى حصيلة حزبنا على العموم مشرفة في التسيير على مستوى الحكومة والجماعات الترابية، فحصيلة الحزب طيلة ما يفوق عقدين من الزمن، وخاصة طيلة 10 سنوات من العمل الحكومي، وبالرغم من بعض الملاحظات والأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها والتي ينبغي أن نعترف بها ونعتبر منها ونصححها ما أمكن ونستفيد منها للمستقبل، حصيلتنا على العموم حصيلة مشرفة. استطاع الحزب وفي إطار ما توفر له من السلطات والاختصاصات ليست بالكبيرة وفي إطار الأغلبية التي كان يسيرها وكلكم تستحضرون حجم المقاومة والعرقلة لعدد من الأوراش المهمة والكبرى التي كان يقترحها الحزب أثناء تسييره، استطاع بفضل الله أولاً وبمجهود أبنائه وبناته أن يساهم في صيانة استقرار الوطن والدفاع باستماتة عن وحدته وتوابته الجامعة، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، وخاصة في ظرفية شهدتها المنطقة العربية واختفت آنذاك جل الأحزاب وتوارت العديد من الأسماء وتحملنا المسؤولية في النزول للمجتمع والدفاع عن أطروحة الحزب القائمة على الإصلاح في ظل الاستقرار. إنجاز إصلاحات اقتصادية كبرى أنقذت المالية العمومية من الانهيار وحالت دون تعريض بلادنا لخطر برنامج تقويم هيكلي جديد عبر إعادة التوازن للمالية العمومية وإصلاح نظام المقاصة والمعاشات المدنية وإنقاذ المكسب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإطلاق المساهمة الإبرائية التي لاقت نجاحاً باهراً كعنوان للثقة في السياسات الحكومية آنذاك، فضلاً عن أداء ديون المقاولات وخاصة المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وتشجيع الصناعة وعدد كبير من الأوراش المهمة التي أطلقت خلال هذه 10 سنوات. وهنا لا بد من التذكير بإصلاح نظام المقاصة وبقرار رفع الدعم عن قطاع المحروقات بمنطق المصلحة الوطنية والحرص على المال العام من الهدر والضياع والقطع النهائي مع كل أشكال الريع الكبير الذي كان يعرفه هذا المجال والذي كان يشكل عبئاً كبير على ميزانية الدولة وتستفيد منه بعض الشركات، وذلك حفاظاً على سيادة القرار الاقتصادي الوطني وهو ما سمح بمواصلة المجهود الاستثماري ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز البرامج الاجتماعية وتشجيع المقاولات والاقتصاد الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والاهتمام بفئات هشة لم يكن يتم الالتفات إليها والاهتمام بها. إعادة الاعتبار لأولوية دعم الفقراء والفئات الهشة والمجالات المهمشة ليتوج بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بعد أن تعرض هذا التوجه وللذكرى لهجوم منذ 2013 تحت دعوى الريع الانتخابي والتخوف من شيوع ثقافة الإحسان والتواكل، لكن تحقق ذلك بفضل الله تعالى ثم بدعم جلالة الملك حفظه الله وبالرغم من المعارضة الشرسة لنظام دعم الأرامل وتعميم نظام دعم التمدرس واعتماد قوانين الحماية الاجتماعية ورفع قيمة المنحة الجامعية ودعم المطلقات والأمهات المهملات وغيرهم من الفئات والاهتمام بذوي الاحتياجات
الخاصة، وبكل تأكيد هذه البرامج الاجتماعية يعرفونها الإخوان والأخوات، ويعرفونها المواطنين والمواطنات الذين استفادوا منها وتحقق لهم منها كسب مباشر. الأداء المميز لحكومة العدالة والتنمية في مواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها بقيادة جلالة الملك واتخاذ الحكومة لمختلف الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة للتخفيف من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأداء المشرف والمتميز لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وتقديمهم لنموذج راق في التسيير بنزاهة وشفافية وجدية وتفان وعمل متواصل في حرص تام على المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمواطنات. ويمكن أن نجمل هذه الإنجازات في 4 عناوين رئيسية تميز حزب العدالة والتنمية في تدبيره للشأن العام مقابل 4 عناوين أخرى تبرز مع هذه الحكومة. أولها إصلاح المالية العمومية، بما مكنت الدولة من الاستمرار في القيام بوظائفها الأساسية وتجنيبها الارتهان إلى أي جهة مانحة، وبما يسهم في قدرة الدولة المغربية على الاستمرار في تمويل الاستثمار العمومي والذي يعد رافعة أساسية في تحقيق التنمية. إعادة الاعتبار والاهتمام بفئات مجتمعية لم يكن ينتبه إليها عبر توجيه برامج الدعم الخاصة بها، من شأنها إعادة نوع من التوازن والإنصاف في توزيع الدعم العمومي الذي يحقق لهذه الفئات الهشة والفقيرة والمحتاجة إلى الدعم العمومي. ثالثاً، دعم الفئات والطبقات المتوسطة والذين يحاولون أن يروجوا أن حكومات العدالة والتنمية لم تنتبه لهذه الفئة أو لم تعطيها ما تستحقه، بل بالعكس، دعم هذه الفئات عبر تحمل كلفة الحوارات الاجتماعية المتتالية والزيادة في الأجور، والتي كما قلت سابقاً تجاوزت 1100 درهم لدى بعض الفئات من الموظفين خلال هذه 10 سنوات، ناهيك عن تحمل التعويضات العائلية وغيرها من إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد. مباشرة الإصلاح المؤسساتي ومحاربة الفساد وحماية المال العام والريعي، مع اقتراح منظومة قانونية متكاملة في مقابل تمكين الإدارة من القيام بوظائفها وتقديم خدماتها عبر إقران الأجر بالعمل وجعل الولوج إلى الوظيفة العمومية مشروط باجتياز المباراة. هذه 4 عناصر كلها مدعومة بشكل عرضاني بسياسة تواصلية مستمرة وسياسة قائمة على الوضوح. في المقابل نجد أن هذه الحكومة التي أفرزتها 8 شتنبر وهذه النتائج التي بكل تأكيد الإخوان والأخوات والمواطنين والمواطنات يعلمون جميعاً أنها لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، تبرز 4 عناصر أساسية: التمكين لمنطقي جعل موقع المسؤولية العمومية خادم للمصالح الخاصة وتوسيع مداخل تضارب المصالح، التراجع على كل المكتسبات في المنظومة التشريعية الرامية إلى محاربة الفساد وعلى رأسها سحب قانون الإطراء غير المشروع، العجز عن القيام بأي إجراء من شأنه أن يخفف عن المواطنين والمواطنات في الزيادات الغير مبررة وخاصة في بعض المواد البترولية، وهو يؤكد جشع وعدم احترام القانون بالنسبة لموزعي هذه المواد البترولية، ثم استئناف منطق الابتزاز والضغط على المقاولات والشركات والمنعشين العقاريين المشتغلين مع الجماعات الترابية. ولكم أن تعودوا إلى بعض مدبري المرافق العمومية في إطار التدبير المفوض أو غيرها على مستوى الجماعات الترابية، وكذلك بعض الشركات التي كانت تشتغل مع الحكومة، لتسألوهم عن كيف كان يتم التعامل معهم خلال مرحلة العدالة والتنمية، وكيف يتم التعامل معهم خلال هذه المرحلة الزمنية القصيرة جداً. ومع هذه العناصر كلها مؤطرة بسياسة الصمت وسياسة الهروب وتغليط الرأي العام. نعم، هي حصيلة مشرفة، وهي في نفس الوقت رصيد معبئ لدعم الانطلاقة المرجوة لحزبنا، والتي ينبغي أن تقوم على العناوين التالية: أولاً، التشبث والاستناد للمرجعية الإسلامية
باعتبارها أساس وجودنا وسر نجاحنا، وهي قبل ذلك وذلك الحق من عند الله، علينا تقوية التمسك بها وتمثلها وتمثل قيمها الحقة، باعتبارها أيضاً أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة، وأن كل تفريط فيها هو مقدمة لخدمة أجندات تسعى إلى تفكيك المغرب وتجزئته وفقدانه لهويته الجامعة. ثانياً، الوفاء للملكية ودعمها والعمل تحت قيادتها، فالملك بعد الله تعالى صمام أمان الأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، والصاهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي والحقوق والحريات، وموقفنا ثابت وواضح من الملكية، لا يخضع لمنطق المزايدة أو المساومة، بل هو موقف مبدئي واستراتيجي. ثالثاً، مواصلة الدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية وهويتنا الوطنية الجامعة باعتبارها قضية كل الأمة، بالإضافة إلى الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية، وتؤكد موقفنا الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الداعم، والموقف المستمر والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني البطل. الانخراط في دعم الإصلاح السياسي والنهضة التنموية بما يحقق لبلادنا التقدم المنشود، ويكرس الاختيار الديمقراطي المسؤول والجاد للقطع نهائيا مع حالات التردد وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي، كي نمكن بلادنا من مؤسسات سياسية تمثيلية قوية قادرة على تحمل مسؤوليتها، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها بلادنا، وذلك في ظرفية أزمة عالمية مفتوحة على كل المخاطر، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار البترول والغاز والحبوب وكل سلاسل الإنتاج والتوزيع والتموين. خامساً، مضاعفة الجهود في الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية المشروعة بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعياً ومجالياً، ومواصلة مواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه، وعدم التركيز على بعض المدن والمجالات المحدودة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها على الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية، ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات. وأخيراً، استثمار محطة تجديد هياكل الحزب لرفع دينامية الانخراط والتعبئة والتأطير والتواصل الداخلي والخارجي واستعادة إشعاع الحزب وترسيخ مكانته في المشهد السياسي والحزب الوطني كحزب وطني مستقل في قراره، وفي للثوابت الوطنية الجامعة، مدافع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.